بسم الله. فيديو جديد النهارده معانا هنتكلم فيه عن قصه التوافق بتاعه شاشات اجهزه اللابتوب، حل مشكله التوافق. لما بيجي لك جهاز الشاشه بتاعته مكسوره او الشاشه بتاعته فيها مشكله، فانت بتغير شاشه، اما الوضع بيتحسن ولكن بيبقى فيه خلل، اما الصوره ما بتظهرش. يعني احيانا يجي لك جهاز الشاشه بتاعته مكسوره ولكن فيه صوره بشكل طبيعي، لكن الشاشه فيها كسر. تيجي انت تركب شاشه جديده، الصوره ما تظهرش، بيظهر بلانك سكرين، او الصوره بتظهر بشكل مكرر 4 صور او 6 صور، او الصوره بتيجي يمين شويه او يسار شويه، يعني الريزوليوشن بتاع الشاشه مش مظبوط. كل دي بتكون مشاكل ناتجه عن الاي تو سي اي سي، اللي هو اي سي السوفت اللي موجوده على الشاشه. فالفكره بتاعت حل المشكله انك بتسحب السوفت من الشاشه القديمه اللي هي الشاشه المكسوره او بتاعه الجهاز، وبتنزل السوفت وير ده على الشاشه الجديده. طبعا احنا بنستخدم كابلات من النوع ده، اكتر من دايره ممكن تشتغل عليها في القصه دي. خلينا بس ندي مثال عن الموضوع ده. وفي العموم الكابل ده يشتغل معاك على اي دايره، يعني اي دايره بتدعم الاي تو سي اي سي يشتغل معاك عادي بشكل طبيعي، تقدر تعمل او تحل المشاكل بتاعت الخلل دي. خلينا نوصل الدايره كده ونشوف ايه اللي بيحصل. نوصل الكابل بتاعنا، يعني على اعتبار ان الشاشه دي هننزل فيها سوفت وير او ناخد منها نسخه، فبتختار طبعا نوع الشاشه وبتوصل الجزء الخاص بيها بالشكل ده. كده احنا وصلنا الشاشه زي ما احنا شايفين. خليني اوريكم السوفت وير. ادي ده سوفت وير، تختار الاوبشن ده Edit LCD، وبتعمل ريد. انا عايز اخد نسخه دلوقتي من الاي سي السوفت الموجوده على الشاشه دي، فبعمل ريد. زي ما احنا شايفين كده ظهر لي بيانات الشاشه. زي ما احنا شايفين الشاشه نوع سامسونج، وده الموديل بتاعها زي ما احنا شايفين، وده بيكون نفس الموديل اللي موجود على الشاشه، يعني ده نفس الموديل اللي مكتوب على الشاشه، ده السوفت وير بتاعها. فيفضل انك تحفظ السوفت وير بنفس الاسم بحيث لو احتجته بعد كده، يعني سامسونج AT05. يعني على اعتبار ان دي الشاشة القديمة فاحنا خدنا سوفت وير، ف بتاخد السوفت وير ده وتعمل بقى رايت على الشاشه الجديده اللي عامله خلل معاك او فيها مشكله. فخلينا نكتب كده اي سوفت وير عندنا، يعني مثلا ده سوفت وير اهو انا اخترته. طبعا هو كتب الشرائح دي مساحتها صغيره فمش بتاخد وقت في الكتابه، فبمجرد ما انا اخترت ملف بالشكل ده فكتب معايا زي ما احنا شايفين كتب معايا. خلينا نعمل ريد، فعمل لي ريد وبيقول لي احفظ الملف اهو، عمل لي ريد نفس الملف اللي احنا كتبناه. فدي فكرة حل مشاكل الخلل او عدم التوافق اللي بتكون موجودة في شاشات اجهزة اللابتوب زي الاتيتيود الديل القديم منه الحديث، وده اللينوفو زي السوني وبعض موديلات التيكرا. هي ملهاش حاجة معينة ولكن ده اللي بيكون شائع في المشاكل، بيحتاج شاشة معينة او بيحتاج سوفت وير معين. فكل عليك ان انت بتسحب السوفت وير من الشاشة القديمة وتنزله على الشاشة الجديدة. الكيبل ده ممكن تستخدمه برضو مع اي دايرة بتدعم نوعية الايسيات اللي هي I2IC. الايسات دي اغلب الدوائر بتدعمها، فممكن تستخدم برضو لو عندك ميني برو بتشتغل معاك بشكل طبيعي، لو عندك سوفي بتشتغل معاك بشكل طبيعي، دوائر كتير يعني. لو عندك اي دايره يونيفرسال بتشتغل معاك بشكل طبيعي وتقدر تشحن وتكتب على الشاشات. ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني.